يعرف الذكاء بأنه مركب شديد التعقيد، يرتكز على إمكانيات واستعدادات غير محدودة وعملية تقييمية متفاوتة بين شتى أنواع المهارات التي يتمتع بها كل إنسان منفردا. ويأتي هنا السؤال والذي طالما حير كثير من العلماء، هل الذكاء صفة وراثية أم مكتسبة؟ وهل يمكن أن نقول أنه ينقسم بين شقي الوراثة والاكتساب، حيث أن 80% من الذكاء موروث وأن 20% من الذكاء مكتسب؟ ويعتبر اختبار معدل الذكاء من أشهر الطرق المتبعة لتحديد الذكاء، وهي عبارة عن نتيجة يحصل عليها الشخص بعد إجراءات متنوعة واختبارات لقياسات درجة الذكاء لديه، ومن خلالها تعرف درجة الذكاء. ويتكون هذا الاختبار من عدة أسئلة متنوعة تختبر القدرات الذهنية للشخص مهما كانت ثقافته أو لغته أو علمه، ويتسم بتنوع الأسئلة ما بين سهلة ومتوسطة وصعبة، والأسئلة عبارة عن أشكال ورموز وأرقام، لذلك يستطيع الجميع التقدم له دون أن يؤثر عامل اللغة على النتائج. وابتكر هذا الاختبار العالمان الفرنسيان ألفريد بينيي وتيودور سيمون عام 1905، ويتراوح معدل ذكاء معظم سكان العالم بين 100 و130، في حين أن الأشخاص ذوي أعلى نسبة ذكاء في العالم يتجاوز معدل ذكائهم 150. وإليكم أذكى 10 أشخاص وفقا لهذا الاختبار. أولا ويليام جيمس سيديس ما بين 250 و300، صاحب أعلى معدل ذكاء في التاريخ، وعندما بلغ 11 عاما دخل جامعة هارفارد وأتقن 40 لغة، وفي وقت لاحق كرس وقته للسياسة. ولد عام 1998 وتوفي سنة 1944. ثانيا تيرينيس تاو ما بين 225 و230، عالم رياضيات أسترالي تمكن في عمر الثانية من القيام بالحسابات الريادية الأساسية، وفي عمر السادسة حصل على درجة البكالوريوس والماجستير، وعند وصوله ل 24 أصبح أصغر الأساتذة في جامعة كاليفورنيا. ثالثا كيم أونج يونغ 210، وكان المهندس الكوري طفلا عبقريا حيث تمكن من التحدث بطلاقة وعمره 6 سنوات، وعمل في وكالة ناسا وتركها في عمر 16 من العمر. رابعا ليوناردو دافنشي بين 180 و190، رغم أن اختبار الذكاء اخترع بعد موت دافنشي سنة 1519، إلا أنه من المعتقد أن معدل ذكائه ما بين 180 و190، وهو أحد أشهر الرسامين في عصر النهضة. خامسا جوديت بولغار 170، لاعبة شطرنج مجرية والتي تعد أقوى لاعبة شطرنج أنثى في التاريخ، وحصلت على لقب أستاذ دولي كبير في لعبة الشطرنج وهي في عمر 15 من العمر، لتكون أصغر شخص في التاريخ يحصل على هذا اللقب. سادسا كاشيما واهي بين 162، طفلة تبلغ من العمر 11 عاما من المملكة المتحدة، حصلت على معدل ذكاء 162 مما يجعلها أذكى وأصغر الطلاب في التاريخ. ألبرت أينشتاين ما بين 160 و190، عالم فيزيائي الألماني الشهير بنظريته النسبية، يشتهر باكتشاف تأثير الظاهرة الكهروضوئية ويساهم أيضا في قوانين الجاذبية. ثامنا ستيفن هونغ ما بين 160، ولد في 8 يناير 1942 في المملكة المتحدة،
وهو مؤلف وعالم فيزياء ومدير الأبحاث في جامعة كامبريدج. له أبحاث نظرية في علم الكون وأبحاث عن العلاقة بين الثقوب السوداء والدينامية الحرارية. تاسعا بول أنان، 160، رجل أعمال أمريكي اشتهر بتأسيس شركة مايكروسوفت مع بيل غيتس، ويحتل المركز 53 في قائمة أغنى الأثرياء في العالم. عاشرا شارون ستون، 154، ممثلة شهيرة ومنتجة أمثال أمريكية، ولدت عام 1958 في بنسلفانيا وحصلت على العديد من الجوائز ورشحت لجائزة الأوسكار. شكرا لحسن المتابعة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.